عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم نكمل الدرس العاشر في سيرة هذا الحبيب يا محب، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا شفنا كيف البشرية في الدرس السابق كيف ظلوا، كيف سادت الجاهلية والكفر والشرك، وسبحان الله وكان في فئة قليلة فقط من يعني في العرب اللي اهتدوا بقلوبهم وحسوا إنه هذا التقليد واتباعهم لآبائهم سبحان الله إنه ما دخل في عقولهم، وإنه هذا ضلال بحد ذاته إنهم يعبدوا أصنام وحجارة وهم اللي صنعوها. عشان كده سبحان الله على هذا الضلال الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين، وكان من خاتمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أول إنسانة أسلمت بالإطلاق، يعني أول شخص أسلم من الرجال والنساء هي زوجته السيدة خديجة بنت خويلد، آمنت وأسلمت وصدقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له لا فوق كده، قالت له امضي إلى ما أمرك ربك، وتولت هي أمر البيت والمال وتربية الأولاد، وفرغت تفرغ كامل للدعوة. هذه المرأة الصالحة أول إنسانة تسن إعداد داعية. شوفوا إحنا الآن مثلا لما يقولون مثلا في الجمعيات الخيرية العالمية الكبيرة يقولوا لك إحنا نعد داعية، كيف يعني يعلموا إنسان مثلا دين الإسلامي وصلوه إلى مرحلة جامعية مرتفعة، وبعدين يخلوه يتسخر للدعوة والهذا، ويغنوا عن كل حاجة، يعني يصرفوا عليه أهله وبيته وكل حاجة، بس إنه هو يكون يدرس الدين الإسلامي وبعدين يبدأ يدعي الناس سبحان الله. هذه الإنسانة هي أول، شوف كل الدعاة كل هي بداية من أسست كيف هذه السنة الإعداد للداعية، وأنه هي تغني عن كل حاجة، عن ما عن كل حاجة. عشان كده ما حنشوف العجب بوفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها لما قال لها يا خديجة كنت فقيرا فأغناني الله بك. الله، أغناني الله بك، غنى، غنى المال، غنى الحب والعطاء، غنى عن كل حاجة السيدة خديجة. عشان كده كان عنده اكتفاء، اكتفاء يعني في الحب، اكتفاء في كل شيء، السيدة خديجة هي أغنته سبحان الله. بعد كده اللي أسلم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة، واللي يلقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد كان له قصة، كانوا سبحان الله العرب يعني في الجاهلية كانوا يسرقوا الأطفال الصغار، وكان هذه من عاداتهم، يسرقوهم بعدين يبيعوهم عبيد يعني وينتقلوا سبحان الله. فزيد سرق وهو طفل صغير، وبعدين باعوه وتناقل البيع إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أبوه حارثة بدأ يدور عليه في كل مكان، ووصلت له الأخبار أنه هو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هذا ابني وأنا أعرض عليك مال اللي تبغاه، أي شيء من الأموال تبغاه بس أعطيني ابني عشان أفكه من الرق. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، أنا حاعطيك عرض أكثر من كده. قال له إيه رأيك، إحنا أنا ما أبغى المال لكن إحنا حنخير زيد، يبغى يبقى معايا خلاص يجلس معايا، يبغى يروح معاك حيروح معاك. فطبعا أبو حارثة فرح كثير أبو زيد، لأنه عرف أنه ابنه أكيد حيختار أبوه يعني الرق والعبودية مع محمد، ولا حيختار الحرية مع أبي، أكيد حيختار الحرية مع أبي سبحان الله. ففعلا خيروا زيد، وفعلا يعني من يعني إكرام الله سبحانه وتعالى لسيدنا زيد، هو وهو صغير اختار النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب، اختار الرق والعبودية على أنه يقعد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وطيبته، وكيف عامل زيد ابن حارثة مع أنه كان عبد لكن كيف كان يعامله مثل ابنه. بعد حارثة طبعا رجع إلى قبيلته أبوه، بس الرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يراضي أبوه يعني أبو زيد، فقال له أنا أعتقه وأتبناه
وفعلا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس أنه من اليوم يسمى زيد بن محمد وهذا ابني. هذا قبل ما الإسلام حرم التبني، لأن بعدين حتنزل الآيات ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. المهم بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام لزيد وفعلا أسلم زيد، سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو كان شاب في هذا الوقت. من الناس اللي أسلموا داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب. قصة سيدنا علي بن أبي طالب، هو كان ليش كان في هذه الفترة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قصته أنه عمه أبو طالب كبر في السن وعنده أولاد كتار وصارت له ضائقة مالية شديدة يعني، وكان يمر بظروف يعني جدا قاسية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف كده تحرك وراح عند عمه العباس وقال له يعني شايف عمنا أبو طالب كيف يعني هو في ضائقة ومالية، إيه رأيك كل واحد مننا يأخذ ولد من أولاده ويربيه على أساس يساعده من عمهم العباس. وفعلا كل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم راحوا عنده وكلموه، ومن ضمنهم كمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وافق وقال إن تركتم لي عقيلا فافعلوا. يعني هو كان محتاج لعقيل ابنه، وفعلا فكان أخذ كل عم من أعمامهم ولد، وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ سيدنا علي بن أبي طالب وكان موجود في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الوقت كان سيدنا علي بن أبي طالب كان صبي طفل، وسبحان الله عشان كده لما عمره ما سجد لصنم سيدنا علي بن أبي طالب. السبب لأنه كان موجود في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيها أصنام ولا فيها كذا. فعشان كده لما إحنا نقول اسم سيدنا علي بن أبي طالب كمان نقول كرم الله وجهه، كرم الله وجهه عن السجود للأصنام. فأسلم سيدنا علي بن أبي طالب وكان هو طفل وصبي يعني. ومن ضمن الناس اللي أسلموا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. بعدين من اللي أسلم خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قصة إسلام سيدنا أبو بكر الصديق قصة عجيبة وبسيطة جدا سبحان الله. على بساطته أنه الرسول صلى الله عليه وسلم راح إليه وقال له إن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأنا رسول الله وأنا نبي، بس صدقوا كذا وآمن يعني بكل بساطة. حتى إنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين يقول ما عرضت الإسلام على أحد إلا سألني، إلا يعني استفسر وسأل وهذا، إلا ما كان من أبي بكر عرضت عليه ما سألني شيء على طول أسلم. سبحان الله هذا سيدنا أبي بكر الصديق كيف حب الصديق لصديقه، كيف الإيمان إنه هذا الصادق الأمين مستحيل يكذب، مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن إنه مستحيل حيكذب عليا. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي وإن الله وحده لا شريك له على طول صدقه. عشان كده كان الصديق، وحنشوف بعدين لما يجي في حادثة الإسراء والمعراج في ذيك الحادثة سمي صديقا. خير خلق الله بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سبحان الله سيدنا أبي بكر الصديق يعني إيمانه، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إيمان أبي بكر لو وزن إيمان الأمة لرجح إيمان سيدنا أبي بكر، يعني إيمان الأمة كلها لو رجحت على كفة حيرجح إيمان سيدنا أبي بكر. سيدنا أبي بكر في الحديث كمان أنه خير ما وطأت الأرض يعني داست الأرض بعد الأنبياء والرسل سيدنا أبي بكر الصديق سبحان الله. سيدنا أبي بكر الصديق يا جماعة ما عذب زي بلال رضي الله عنه، لكنه أفضل من بلال. ما نال الشهادة زي عمر، مات هو في سريره سيدنا أبي بكر لكنه أفضل من سيدنا عمر. ما ذاق الفقر زي سيدنا أبي ذر لكنه أفضل من أبي ذر. ما كان يجاهد
زي ويصارع الفرسان زي سيدنا خالد بن الوليد، لكنه أفضل من سيدنا خالد بن الوليد. ما حرم بصره زي عبد الله بن مكتوم ابن مكتوم، لكنه برضو أفضل منه. سيدنا أبو بكر يا جماعة درس بليغ، مفادة الدرس هذا ونتعلم من سيدنا أبي بكر الصديق إنه الإنسان يبلغ مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى بقلبه. سبحان الله، سبق الجميع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقلبه وصدقه وإخلاصه لهذا الدين سبحان الله. لذلك كان أبو بكر الصديق السباق رضي الله عنه سبحان الله بإسلام سيدنا أبو بكر الصديق صار أثر عظيم في الدعوة. على طول بدأ يدعي الناس اللي حواليه، دعا مجموعة من الشباب وعنده أصحابه وناقشهم بالإسلام وتكلم معاهم عن الإسلام وأسلم. تعرف يوم مين اللي أسلم على يد سيدنا أبو بكر؟ عشان تعرفوا فضل سيدنا أبو بكر وشوفوا سيدنا أبو بكر كم من الأجور والثواب على إيديه بإسلام هؤلاء. أول من أسلم على يد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الراشد، اللي بعدين ذو النورين حيتزوج بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ما ضر عثمان بعد يعني. وحنشوف كيف سيرة سيدنا عثمان بن عفان وكيف مكانته في الإسلام. أسلم على يد سيدنا أبو بكر، ومن ضمن الناس اللي أسلمت على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الزبير بن عوام، وعمر الزبير هنا كان عمره 16 سنة. وكمان من ضمن الناس اللي أسلموا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، وأسلم كمان طلحة بن عبيد الله. هذول الخمس اللي أنا ذكرت أساميهم هم خمس المبشرين في الجنة. تخيلوا هذه الأجور كيف، كم الأجور عند سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. بعد كده نزلت الآية فاصدع بما تؤمر. هنا فاصدع يعني إعلان للدعوة، يعني الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعلن في الدعوة. فعلا ثاني يوم في يوم عظيم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس هذا قريب جدا هذا الجبل من الكعبة وهو داخل مكة وجبل صغير. فسبحان الله صعد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق هذا الجبل وبدأ ينادي الناس. إيش كيف ينادي؟ يقول لهم وصباحا وصباحا يا بني هاشم، يا بني عدي بن كعب، يا بني مخزوم، يا بدأ ينادي أفخاد وقبائل القريش، يناديهم. وهذه كانت يعني لما ينادوا بهذه الطريقة يعني وصباحا وينادوا بالأفخاد يعني صيحة حرب، يعني كأنه في حرب جاية عليهم. فنادوا الناس والناس اجتمعوا والناس بدأت تسأل مين اللي ينادي، من المنادي؟ قالوا الصادق الأمين، الصادق الأمين. شوفوا كيف يعني الناس يعني كيف كانت من أول مؤمنة بأنه هو الصادق الأمين. واجتمعوا الناس وشافوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاعد فوق الجبل، وبدأ يقول لهم قال لهم أرأيتم إن حدثتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم؟ إيش الكلام هذا؟ يعني أنا الآن لو قلت لكم إنه ورا هذا الجبل في جيش جاي حيوصل يا في المساء أو في الصباح، هل حتصدقوني؟ قالوا طبعا نصدقك وانت الصادق والأمين. وفي بعضهم قالوا نصدقك ما جربنا عليك كذبا قط. سبحان الله، لبث فيهم 40 سنة لم يكذب قط، عرفوا إنه هو عمره ما كذب وقالوا له أنت الصادق الأمين. بعدها على طول قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا نبي الله أنذركم من عذاب الله إذا لم تؤمنوا. هذه هي المفادة سبحان الله. وفي واحد كان واقف ويسمع هذا الكلام وعلى طول اتكلم، مين هذا الشخص؟ كان عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكنى بأبي لهب. قال ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ يعني سيبنا أشغالنا وأعمالنا وجايين وجاي تقول لنا هذا الكلام؟ سبحان الله،
على طول. شوفي شوف كيف يعني أنا لما أوريكم دحين إحنا سيرة نشوف كيف كمان حتى نشوف الشخصيات الناس كيف. سيدنا أبو بكر على طول أول ما سمع آمن. الحق يا جماعة ظاهر وباين، الباطل الناس تتكبر، هي تعرف أنه هو صحيح هذا حق لكنه تتكبر في داخلها وبس، وعشان أمور فيها حسد وغرور وحقد. وهذا الشيء شوفي نفسك، أنا لما أتكلم عن هذه السيرة يعني أنت شوفي نفسك، اعرضي نفسك كم من أمر الله سبحانه وتعالى. لما قالوا لك تحجبي هل تحجبتي سريع ولا قعدتي إلين الآن ما أنت متحجبة؟ ولما قالوا لك مثلا الموضوع الفلاني كذا كيف تقبلتي الموضوع الفلاني ولا أنت إلين الآن؟ هذه اعرضي نفسك، شوفي نفسك، هل أنت زي أبو بكر الصديق ولا أعوذ بالله زي أبي لهب؟ على طول أول ما جاء يعني قال له أنت لهذا جمعتنا، تبا لك تبا لك. أول ما قال تبا لك هذه سبة، يعني الله سبحانه وتعالى بعد نزلت الآيات تبت يد أبي لهب وتب، سبحان الله. وهنا بدأت العداوة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عمه عبد العزة اللي هو أبي لهب. ليش يكنى بأبي لهب؟ بس حوقف هنا، هو اسمه الحقيقي عبد العزة. أولا قالوا لأنه هو كان شديد البياض في الوجه، وكان من كتر هو وكان وسيم جدا وجميل، يعني عكس ما صوروا لنا إياه في الأفلام أنه أبي لهب كده وحش وشكله، لا كان جدا جميل وسيم، كان أبيض، وكان حتى إذا غضب كان وجهه يصير أحمر مثل اللهب مثل النار، يعني شفتوا كيف النار يعني أحمر، فعشان كده لقب في قريش بأبي لهب. ليش القرآن ما ذكروا ذكروا بكنيته؟ قال لك لأن القرآن أولا مستحيل يذكر عبد العزة يعني اسمه، لأن ما في عبد إلا الله، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، وكلنا القرآن لم يذكر يعني عبد لغير الله سبحانه وتعالى. بعدين قال لك كمان لا، اشتهر هذه بكنيته بين الناس، الناس تعرفه باسم عبد أبي لهب، ما كثير تعرفه باسم عبد العزة. وكمان الأجمل من هذا تفسير الإمام القرطبي قال الكنية أقل شرف من الاسم، عشان كده الله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء والمرسلين كلهم خاطبهم باسمهم، يا موسى يا نوح يا إبراهيم كلهم خاطبهم بأسامي، ولما جاء يذكر أعداء للدين ذكرهم بكنيتهم، فذكر أبو لهب بكنيته لأنها هي أقل شرف. المهم نرجع، فرقهم أبي لهب، فرقهم، فرق الناس والناس تفرقت سبحان الله. وكانت زوجته اسمها أم جميل، كانت هذه أم جميل أخت أبو سفيان زوجة أبي لهب، فكانت لما عرفت بعدين صارت تحط الأشواك في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والأخشاب يعني. ونزلت الآيات الكريمة تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. في جيدها يعني عنقها والعياذ بالله، حبل من مسد، يا لطيف، يعني هذه كمية العذاب، لأنها هي كانت من أوائل الناس اللي أعلنت العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين سبحان الله كانت يعني لما نزلت هذه الآيات الصبية وصبيان في مكة، تعرفوا لأنه الشعر هم متعودين على الشعر ومتعودين، لما سمعوا هذه الآيات بدؤوا أول ما يشوفوا أبي لهب يقولوا له تبت يدا أبي لهب، ولما يشوفوا زوجته أم جميل تمشي يقولوا لها وامرأته حمالة الحطب، فغضبت غضب شديد، كيف يعني يسبوها بهذه الطريقة، وراحت جنب الكعبة والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع سيدنا أبي بكر الصديق، فجاءت وفي يدها حجرة كبيرة وجالسة تقول له أين صاحبك؟ أين محمد؟ سبحان الله. وكان هو جالس جنب أبو بكر بس ما كان شايفها، ما كانت شايفة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان جالس جنب سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان جدا متعجب وساكت من كتر العجب، وهي معصبة وجالسة وتقول له
أين صاحبه؟ والله لئن رأيته لأرجمنه بهذا الحجر. مذمم عصينا، مذمم يعني اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، فقلبته سمته مذمم، وقالت مذمم عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، يعني ما حنتبعه ولا نبغاه، وأمره هذا ما نبغاه، ودينه قلينا يعني هجرنا دينه وراحت. طبعا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه متعجب، لأنه هي كيف ما شافت الرسول صلى الله عليه وسلم هو جالس جنبها، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أغشى الله عينها، الله سبحانه وتعالى عماها. بدأت هنا المعجزات سبحان الله، وبدأ هنا الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الإيمان والكفر، ونزلت الآيات الكريمة وانذر عشيرتك الأقربين. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله، عمل لهم عزومة، بني عبد المطلب ومن أقاربه ومن أعمامه وعماته، وبدأ عزمهم، وأول ما خلصوا الأكل بدأوا يتكلم. قبل ما يتكلم أبو لهب هنا بدأ يقول له يا محمد، إن كنت جمعتنا لتحدثنا في أمر دينك فلا حاجة لنا له، يعني إن كنت أنت جمعتنا عشان تكلمنا بأمر الدين حقك هذا إحنا ما نحتاجه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا الناس وراحوا وانصرفوا. بعدين دعاهم مرة ثانية، عمل لهم عزومة ثانية، لكن هذه المرة ما دعا عمه أبو لهب، وتجمعوا في بيته وبدوا يأكلوا. بعد ما خلصوا يأكلوا بدأ يحدثهم رجالا ونساء، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا بدأ يناديهم بأساميهم واحد واحد ويقول لهم إذا ما آمنتم أنا ما أقدر أغني عنكم عند الله شيء، كلهم آتيهم يوم القيامة فردا. كل إنسان مسؤول عن تصرفاته، كل إنسان مسؤول عن قراره، كل إنسان مسؤول يتتبع الحق، حتكون أنت مسؤول آخرتها الجنة ونعيمها، أو تتبع الباطل وآخرتها النار والعياذ بالله. وأنا لن أغني عنك من الله شيئا، ناداهم واحد واحد، حتى إنه نادى بنته قدامهم فاطمة بنت محمد، وقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني ما شئتي من مالي لكني لا أغني عنك من الله شيئا، سأليني أي حاجة من فلوسي، لكن في موضوع الدين أنا ما أقدر أغني عنك من الله شيئا. وهذا لازم إحنا كمان ندعي أولادنا وندعي أزواجنا وندعي أهالينا وندعي ونحاول بقدر ما نمكن في الخير وفي عمل الطاعات وترك المنكرات، ونحاول مع بعض يعني قد ما يمكن قدرنا نسوي إحنا اللي علينا، ما حد كلنا جايين فرد، وكل واحد مسؤول بقراره، وكل واحد مسؤول بتصرفاته، وسبحان الله وكل واحد جاي الله سبحانه وتعالى حياتيه فردا. سبحان الله، هنا أسلمت عمته صفية رضي الله عنها، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، وانتشر وبعض من بني عبد المطلب وبني هاشم أسلم. طبعا غضب شديد أبي لهب، وبدأ كيف أولا ما دعوا الوليمة، وبعدين كيف بدأ هذه قبيلته بدأت تفتك، وكمان راح بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم كانوا متزوجين من أولاد أبي لهب اللي هو عتبة وعتيبة. فنادى أولاده عتبة وعتيبة وقال لهم رأسي على رأسكم حرام، إن يعني رأسي على رأسكم حرام إن بقيتم بنات محمد في ذمتكم، يعني بقيت بنات محمد في ذمتكم أنا ما أعرفكم. وفعلا هنا طلق عتبة وعتيبة بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وصبروا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الطلاق من أجل هذا الدين، وبدأ الصراع وبدأت العداوة سبحان الله من قريش، أبو جهل وأبي لهب والوليد بن غيرة وعتبة بن ربيعة ومميم بن خلف، هذه الأسماء يعني كيف بدأت يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا انه اسلم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وزيد بن حارثة وعلي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم واصدقائه ابي بكر الصديق، واسلم عثمان وزبير وطلحة بن وابن عوف وسعد بن ابي وقاص، هؤلاء كلهم اسلموا، وكانوا هؤلاء كلهم سادة. وبعدين في بيته الرسول صلى الله عليه وسلم كمان اسلمت عمته صفية بن عبد المطلب، واسلموا بعض سادات
قريش اللي هم من بني عبد المطلب، وبدأ الإسلام ينتشر بين السادة وينتشر كمان عند الضعفاء والعبيد والأرقاء. سبحان الله، وفي ناس بعضهم كانوا تحت العبودية يعني تحت الرق، وفي بعضهم كانوا يعني ضعاف مساكين فقارة عوائل يعني مسكينة وفقيرة أحرار لكنهم فقارة. من ضمنهم هدول أسلم الخباب ابن أرت وصهيب الرومي وعبد الله بن مسعود، وأسلم ياسر وزوجته سمية وابنهم عمار، وأسلم عامر ابن فهيرة، وأسلم بلال بن رباح، كلهم رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء اللي أسلموا كانوا بعضهم عبيد وبعضهم أحرار. طبعا خافت قريش إنه هذا الدين بده ينتشر بين السادة والعبيد وحيعملوا إيه. سبحان الله، وبدأوا بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعلنوا إسلامهم عند قريش. من ضمنهم كان سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، راح إلى الكعبة وبدأ يقرأ القرآن بصوت عالي عند الكعبة، وجاءته قريش وطلبوا منه يسكت، رفض وبدوا ينهروا وشتموا وهو يقرأ القرآن، فضربوه ضربوه ضرب حتى إنه الدم نزل من رأسه. اللي شاف الموقع هذا يقول ما عرفنا وجهه من قفاه من كتر الدم كيف سال عشان تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. بعدين كمان من الناس الضعفاء اللي أسلموا وأعلنوا إسلامهم صريحة هو سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود كان نحيف الجسم وكان جدا يعني جسمه صغير، وكان يعني حتى إنه مرة في المدينة المنورة مرة صعد على نخلة وانكشفت ساقيه. بدأ الصحابة رضوان الله عليهم ضحكوا من دقة ساقيه ونحفها وكيف نحيلة ساقيه. فلما شاف كده النبي صلى الله عليه وسلم وهم يضحكوا على نحافة ساقيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتضحكون من نحافة ساقيه؟ والله إن ساقيه في الميزان أثقل من جبلي أحد. إيمان عميق، إيمان كبير عن سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان من أوائل من أسلم، وكان له صوت حلو جميل في القرآن. فراح إلى الكعبة وبدأ يقرأ سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ويقرأ القرآن. وجو كفار قريش وبدوا ينهروه ويشتموه ويضربوه، وأذى شديد جدا وهو يقرأ القرآن إلين خلص سورة الرحمن، وهم يضربوه ويآزوه. سبحان الله، بعدين راح عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال له ما دعاك إلى هذا؟ يعني أنت ضعيف ومسكين، ليش تعمل كده؟ قال رد يا رسول الله إن شئت لأقرأه مرة ثانية، لو تبغى حقرأها ثاني مرة حتى لو يضربوني أو يقتلوني أو هذا. صار في تحدي بين الحق والباطل، تحدي. هذا التحدي سبحان الله بدأ الإسلام يصادم الكفر. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر على الأصنام عند الكعبة يسب هذه الأصنام ويسب هبل ويسب إساف ونائلة، وقريش جالس طالع وأنه كيف يسب آلهتهم، وهم يبدأوا بدأ يسفه أحلامهم. لما نقول أحلامهم يعني عقولهم، يعني يقول لهم كيف أنتوا تسجدوا لحجر كيف، وبدأ الضغط على قريش. سبحان الله ما يقدروا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في حماية يحموه بنو عبد المطلب. سادات قريش غضبوا، راحوا عند عمه أبو طالب وقالوا له يعني يا إنك أنت تنهر ابن أخيك لأنه بدأ يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا، أو إحنا حنسكته بطريقتنا. فرد لهم كلام جميل أبو طالب وسكتهم يعني وطبطب بخاطرهم وراحت قريش. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر بسب الآلهة وتسفيه الأحلام وعقولهم، وما صبرت هنا قريش وغضبت غضب شديد، وراحوا عند عبد أبو طالب وقالوا له إذا ما سكت ابن أخيك إحنا هنسكته وممكن نوصل إنك نقتلك ونقتله. هنا أبو طالب نادى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معاه، والرسول صلى الله عليه وسلم رد على أبو طالب الرد المعروف الشهير، قال له يا عماه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني
والقمر في شمالي، على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله بنصر الدين أو أموت دونه. يعني إيش؟ يعني لو حطوا قريش الشمس في يميني والقمر حطوه على شمالي عشان أسيب هذا الدين، ماني سايبه حتى الله سبحانه وتعالى ينصر دينه وينصر عبده أو أموت دون هذا الدين. يعني كده هنا مطالب قال له يا بني افعل ما شئت فأنا معك، يعني أنا حنصرك أنا أحميك سوي اللي تبغاه. وبدأ التحدي بين يعني بني عبد المطلب وبني عبد المطلب وكبارية قريش. بني عبد المطلب جو عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له احنا ما احنا على دينك، لكن سوي اللي تبغاه، اعمل اللي تبغاه، قول ما شئت واحنا معاك، يعني حماية احنا نحميك. تعرفوا القبلية، يعني هذه القبلية كانت عندهم جدا يعني، فقالوا له انت اعمل اي حاجة احنا هننصرك حتى لو ما احنا على دينك، يعني طالما احنا من بني عبد المطلب احنا معاك. وبدأ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يصدع في الجموع والحجيج، لأن الحجاج كانوا يجوا ويلاقي أي قبيلة وقبيلة يصدع بالإسلام ويناديهم للإسلام. حتى يقول واحد من شاف هذا المشهد يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عند القبيلة ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان في رجل وراه وضيء الوجه له دائبة، يعني شعره طويل وكان أكبر منه سنا، فأول ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي منهم يجي يقول لا تصدقوه هذا مجنون هذا ساحر، وكان هذا عمه أبي لهب. حوقف هنا إن شاء الله، وإن شاء الله يوم الاثنين الجاي حنكمل ونشوف كيف تتصرف قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا ما عشنا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في دنيانا من أسباب رحمتك، وفي كل الشدائد من دواعي فرجنا ونصرتنا، وفي كل ما نرجوهم من فضلك وإحسانك وعوننا وعدتنا، واشرح بالصلاة عليه صدورنا، وفرج به همنا، واكشف به غمومنا، وطهر به لساننا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.